إنه من غير الملائم أن يبقى القضاء والإدارة معزولين عن محيطهما الاجتماعي والثقافي، بل إنه يجب أن يكون القاضي والإداري ابن بيئته، ولا يتسنى هذا إلا من خلال معرفة اللغات الوطنية وتطويع التقنيات الحديثة وتهيئتها لتتماشى مع البيئة والواقع الثقافي للمجتمع. أيها القضاة، التلاميذ، الفضلاء والإداريون، إن الفرصة المتاحة لكم اليوم لتعلم اللغات الوطنية فرصة بالغة الأهمية، من شأنها أن تجعلكم أكثر قرباً من المواطنين وأكثر قدرة على حل مشاكلهم في شتى مجالات العدالة من جهة، وأكثر انسيابية في وجه المواطن للوصول إلى مرحلة العيش الكريم في كنف وطن يحتضن كل أبنائه ومعتز بتنوعه الثقافي والعرقي.